جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. شوف، هذا موضوع كبير وموضوع خطير. نتعداو إقالة وزير ولا تسمية وزير، هذا حدث يقع، نجم نقولوا ينجم يقع كل يوم، لكن القضية هي قضية العلاقة بين الدولة أو ما تبقى من الدولة وبين الاتحاد. أنا واكبت هالعلاقة هذه بين الدولة والاتحاد من وقت الرئيس بورقيب، وقت سي الحبيب عاشور، سي الهادي نويرة، وكان دائما وابدا فما خلافات، لكن دائما فما حلول، فما حوار متوازن، فمش برد فارق. ولو في وقت من الأوقات الحبيب عاشور دخل الحبس، ما ننساوش. وقت الرئيس بن علي كان شيء آخر، كان الاتفاق، كانوا كل 3 سنوات نتفقوا على الزيادات، وكان فما انسجام. مع الأسف من 2011 إلى الآن، مع غياب الدولة، وقت لا تغيب في البلاد، وقت لا تغيب الدولة يملأ الفضاء، الفراغ تملأ حاجات أخرى. الاتحاد يلقى المساحة مسيبة مع الأسف، بحيث أنا أقول القضية هي قضية العلاقة بين الاتحاد وبين الدولة. موقعش ما سمعتش في التاريخ وإلا في أي بلاد من البلدان أن نقابة في قطاع ما تطالب بتنحيط وزير. إذا كان الوزير توهما يقولوا أنه وزير التربية هذا يعني أهان المربين، أنا أقول إذا كان وزير التربية أهان المربين يلزم رئيس الحكومة في الساعة اللي تجي بعد يقيله، إذا كان هذا السبب. إذا كان هذا السبب، إذا كان هذا صحيح. جوهرة FM.